طلعت من السويس، برحب بيك. سعادتك يا استاذ سامح، الله يبارك فيك. اتفضل يا فندم. سيادتك وفريق الاعداد مشكورك يا فندم، بشكر حضرتك. انا سبق كنت عرضت المشكله على سعادتك، وبنفس الوقت عشان نكون ايجابيين انا عندي حل للمشكله دي، ومش المشكله دي بس، مشاكل مصر كلها عامه. ايه هي المشكله؟ عباره عن ايه؟ احنا ناقصنا الضمير والاداره الكويسه. جميع مشاكلنا سببها الحاجتين دول، الضمير والاداره. احنا عندنا محطه الرفع بتاع الترعة 3 وترعة 4 اللي هي في زمام جمعية محمد عبده وجمعية يوسف الاتباع الزراعية في السويس، مستشفى شباب الخريجين. الأراضي دي استلمت سنة 98، الدولة أنفقت مئات الملايين عليها، والمحطة جاهزة، مواتير راكبالها، المحول بتاع الكهرباء راكب لها، جاهزة على التشغيل. مفيش حد عاوز يستلمها عشان يشغلها. طب الفلوس اللي صرفت دي من سنة 98 لغاية دلوقتي بقى لها 17 سنة والمحطة ما اشتغلتش. ده يعتبر انا بالنسبه لي ده يعتبر اهدار مال عام. فين الضمير وفين الاداره؟ ان احنا ساكتين على المال العام بتاع الدوله ده بيتم كده وخلاص. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه سيادتك، والله العظيم احنا عندنا فقد في ميه الري حوالي 40%، لان البنيه الاساسيه معموله مخالفه للمواصفات، بحيث ان نهايه الترع الميه بترمي في المصرف، ميه الري بترمي في المصرف حوالي 40%، والكلام بيقول لسيادتك ده موثق وعلى الطبيعه وما زال موجود لغايه دلوقتي، لان الترع ما لهاش بوابات، فبالتالي المايه تخش بالنسبه لابل زحلقه ميه تيجي في نهايه الترع، الترع تتملي تقوم راميه على المصرف. الترع ما فيهاش بوابات؟ عندكم انتم في فين؟ في مشروع شباب الخريجين في السويس. الترع ما فيهاش بوابات؟ عندي 2050 فدان ما دخلتهمش ميه راي من سنه 98 لغايه دلوقتي. طيب محطه 3 و4 اللي هم خلاص جاهزين دول ومحدش عايز يستلمهم، مين المفروض يستلمهم ويستلمهم من مين؟ المفروض الكهرباء والميكانيك، مصلحه الكهرباء والميكانيك هي اللي تستلمها. من مين؟ ولا تابع لوزاره الزراعه. ايوه دلوقتي المحطات دي قبل منها يا حاج طلعت، المحطات دي دلوقتي في عهده مين؟ مين اللي مسؤول عنها؟ ما فيش حد مسؤول عنها دلوقتي، لسه ما زالت تابعه لهيئه التعمير. موجوده في هيئه التعمير. هيئه التعمير بعت مصلحه الكهرباء والميكانيكا قبل كده سنه 2009 والمصلحه رفضت استلامها، فقال لك الجمعيات الزراعيه هي المسؤوله عن استلامها، الجمعيات الزراعيه كمان رافضه استلامها. المشكله في الفلوس اللي صرفتها الدوله دي من سنه 98، والناس اللي عمرها ضاع فاضي في انها تستلم ارض من غير ما يتراي. فاحنا مشكلتنا زي ما قلت لسيادتك الضمير والاداره. يعني انت بتقول ان احنا عندنا محطتين رفع يعني واقفين على التسليم، الكهرباء بتاعتهم موجوده والمكن محطه واحده سيادتك اللي هي من سنه 98 ما حدش استلمها لغايه دلوقتي، ومفيش ميه راي وصلت، والناس دي مستلمه الارض من سنه 98 ترعة 3 وترعة 4. وانا كنت عرضت المشكله دي على سعادتك قبل كده. انت عرضتها فعلا قبل كده. حاضر يا حاج طلعت. دلوقتي احنا بس والله العظيم جميع مشاكل مصر كلها تتحل بالكلمتين دول، الضمير والاداره الجيده. صح. جميع المشاكل، احنا ما عندناش مشاكل، حضرتك كنت بتتكلم عن نقص المايه بالنسبه للرز. والله العظيم المايه عندنا 40% فاقد. هو بعلم المسؤولين عشان ما اخبطش باسماء حد، بعلم المسؤولين اللي عارفين ان الترعه معموله مخالفه للمواصفات، ما لهاش بوابات حتماها. فالمايه بتفضل تنزل في المصرف، ما حدش بيستفيد بيها. بشكرك يا حاج طلعت، حاج طلعت من السويس، الترعه ما فيهاش بوابات. لو سمحت عايزين وكيل وزارة الري بمحافظة